في الحته دي اقف معاك شويه عند صالح جمعه، لانه اتقال كلام كتير واتقال انه في عرض اعاره وفي نادي برتغالي قدم عرض، واتقال ان الاهلي قال له شوف لك عرض، وبعد كده شفناه النهارده بيلعب. ايه بقى موقف صالح على وجه التحديد يعني؟ والله بص، يعني انا موقف صالح خد اللي عندي، اللي هو الراجل جاله عرض خارجي، العرض الثاني او الاوروبي بقى، ممكن تتصلوا كابتن عندي كده يقول لكم ممكن. انت متخصص عربي. لا، اللي جالنا قبل المباراه يعني، تمام، من 3 4 ايام يعني. لكن الفصل في الرولز اللي موجوده عندنا في النادي ان هيتم اخذ راي المدير الفني والجهاز الفني، وبعد كده يعرض لجنه الكوره، وبعد كده يبقى القرار يعني. يعني العرض ما زال قائم. قائم. ده عربي مش برتغالي. اللي عندي يعني، اللي عندك عربي يعني ايه؟ السعوديه ولا الامارات؟ خليجي. ها؟ خليجي. خليجي. طب وانا هروح اخده، ما تقول لي نادي ايه؟ ايه؟ يعني استاذ ابراهيم عايز منك خبر بتفاصيل، هتقول له خليجي؟ انا عارف هو قاعد بيعمل شغل دلوقتي. هو لا، الجمهور. انا انت قاعد بيعمل الجمهور اللي عايز يقرا بكره. انا قاعد مكان الناس. يعني باختصار هيقرا ايه في الاخبار بكره؟ خليجي ولا سعودي؟ طيب، يعني ما انتش عايز تحدد على انهي دوري بالظبط؟ والله بص، انا انتقالات يناير واخر السنه اكتر الحاجات يلا بتشغل الراي العام بشكل كبير جدا، وبتشغل كمان الناس طبعا طبعا الاعلاميين في مصر، والناس مهتمه علشان بتحب النادي وبتحب اللعيبه، فعايزه تبقى مطمنه مين رايح فين ومين قاعد. طبعا، بس في الاخر برضه بيبقى في عندك حاجات اولى شويه في التفكير والتركيز. انت عندك بيبقى عندك دوري وعندك مباريات وعندك. انا اصلي مش عايز الناس تعتبر ان الصفقات وانتقالات اللعيبه تخش في اهميه البطولات اكنها مسابقه. قاعدين يتسلوا، من حقكم تتسلوا، بس من حق الناس تشتغل طبعا باكبر قدر من السريه. هل في حد بره هذا؟ طبعا باكا تقرر بقائه بشكل دائم، مش كده؟ انت مصمم. باكا ما يعني مش هنختلف على الاجانب. لا، احنا عندنا 4 اجانب. الاربعه طبعا مؤثرين ومهمين جدا جدا. وبرضه ارجع اقول يعني اسئله للطرح، يعني دايما لما نيجي ناخد قرار، لما نيجي ناخد قرار لازم نكون مدروس جدا جدا، ومدى الاستفاده بتاعته او ضرره لو خدنا القرار ده. احنا عندنا 4 اجانب نستفيد منهم ب3، فالسنه الجايه القايمه هتبقى 24 او 25 اسف. يعني معنى لو استمر القرار ده ان قائمتك مش هتبقى 24، مش هتبقى 25، هتبقى 24 بس. يعني انت كل شويه هتطلع واحد بره. ايوه. من العقل او المنطق ان انا اكون جايب صفقه بالدولارات وبارقام ممكن تبقى كبيره او صغيره ايا كان يعني، و25% من المباريات بتاعت الموسم ما استفادش بيها؟ يعني هل ده منطق؟ لا منطق طبعا. يعني حاجه لازم بالدراسه الحقيقيه يعني عشان تبقى الدنيا واضحه جدا. لكن بقى سؤال حضرتك، لا هو موجود معانا الراجل، تمام، ومكمل معانا ان شاء الله. ان شاء الله.